السيام جنة، السيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. السيام جنة. الحمد لله نستنصر به فننصر، وعلى بابه نقف فلا نطرد، وفي فضله نرغب فلا نحرم، ونشهد أن لا إله إلا الله، له السلطان والعظمة وله الملك والقدرة، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، عين عنايته وخير خلقه وأحب الخلق إليه. اللهم صل عليه صلاة دائمة بدوامك، باقية ببقائك، وعلى آله وصحبه مثل ذلك. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. مستمعي الحياة أفام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع برنامج الصوم جنة، ويسعدني في هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ رضا الخلادي، فأقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، مرحبا بسي المنذر، مرحبا بالمستمعين إذاعة الحياة أفام. إن شاء الله ربي يوفقنا لما يرضيه. سي منذر، مرحبا بك في استضافة جديدة في هذا البرنامج. الله يبارك فيك سي محمد، وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك وبكل السادة المستمعين، وربي يبارك فيك سي رضا وسي محمد، وربي إن شاء الله يتقبل صيام وقيام الجميع. أمين يا رب العالمين. سي رضا، أهمية الصلاة في حياة الفرد المسلم، لو كان تعطينا بسطة عن هذه الفريضة العظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي وأستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحول الله، مش ناخذ اليوم كما قلت سي محمد حديث عن الصلاة، وسألتني أنت عن أهمية الصلاة. نحن إن شاء الله مش نأخذها يعني بشوية بشوية، كنا نعمل مقدمة عامة في الصلاة، ثم سنتعاون مع سي منذر ومعك أنت في الحديث عن أهمية الصلاة، على اعتبار اللي هي يعني تحتاج إلى حديث قد يطول، وقد يكون فيه يعني متعة، ويكون فيه بحول الله يعني نفع وفائدة كبيرة بإذن الله. لما نتحدث عن الصلاة اللي هي الركن الثاني والركن أهم الأركان في الإسلام، نتحدث على عبادة عالية جدا، عبادة هامة جدا، وعبادة جليلة، وعبادة فرضت على كل الأقوام، على كل الأمم، وعلى كل الأنبياء، يعني جاءوا بهذه العبادة وجاءوا بهذه الشعيرة المباركة، الشعيرة الأساسية في كل شريعة وفي كل دين. والله حتى الأديان الوضعية اللي هي مش أديان يعني ربانية، كان عندهم صلاة، أو عندهم صلاة اجتهادية من رؤوسهم ومن عقولهم ومن تفكيرهم، يعني اللي فيه يعني كثير من السفاهة والاضطراب، لكن صفائها وعمق نفعها لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا من عند العليم القدير، اللي ربي سبحانه وتعالى يعرف ويعلم كيف يصلح ما بالعبد، ما بالمؤمن، ماذا يصلح به. فكان أن فرض علينا هذه الشعيرة، الشعيرة المباركة، الشعيرة العظيمة، في كثير من العبادات قد لا يصل المؤمن أو الإنسان بصفة عامة إلى إدراك العلل الحكم من العبادة. فنلقاه مثلا في رمي الجمرات، قد لا يصل المؤمن إلى معرفة العلة في تقبيل الحجر الأسود، شنية العلة في كذا، قد لا يصل إلى الحكمة أو العلة أو السبب في تشريع ذلك الأمر. وفما عبادات أخرى قد يصل فيها المؤمن ويشعر ويحس بالعلة، أو نقول نحن النفع اللي هي من تلك الشعيرة ومن تلك العبادة. نعطي مثال، خلينا نجيب للصلاة، نعطي مثال في الزكاة. في الزكاة أني تحقق الزكاة يعني توازن في المجتمع،
وهذا يشعر به يعني من يعطي الزكاة ومن يأخذ الزكاة، وحتى من لا يعطي ومن لا يأخذ يشعر كل مؤمن أن الزكاة تحقق هذا النفع العظيم. كيف كيف بالنسبة للصيام ونحن في شهر الصيام؟ الزكاة نعم. والزكاة على ذكر الزكاة النفع أنه كل فقير ذاك مش يستنفع اللي هو عنده حاجة مش يصدك الحاجة. أكيد يعني. أكيد. الغني اللي هنا يقول قال شو نفعي أنا كي مش نعطي الأموال هنا؟ نفع كبير. نعم نفع كبير اللي ربي مش يبارك له بحول الله فك المال ذاك. هو 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 كما قلت أنت هذه الأولى أن الزكاة هي البركة والنمو وندخل مساج والمواضيع مفتوح. نعم. أي لكن في قلبه من داخل ينزع منه الشح، نزع الشح من قلبه، وإنسان معناه كريم، إنسان معناه يرى ويفهم حاجة الناس ويسعى إلى يعني الخير، فهذا بطبيعة الحال إنسان نافع، وهذا اللي نحن حاجتنا به. الإسلام يحب ويريد ويدعو إلى التماسك الاجتماعي اللي هو يعني بطبيعة الحال يبني الأمم، تماسك يبني أمم وتراحمهم. اي محلاها كالاحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، محلاها كيفاش تتوج هذه المعاني. ما فماش اجمل من القران، وما فماش اجمل من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل معنى ندخلوا له، وفي كل فكره يعني نحبوا نبسطوها ونحلوها الا وتلقى يعني احاديث القران الكريم وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني تزكي ما تراه العقول ذا فائده. كل حاجة ترى بعقلك فيها نفع وفيها فايدة أكيد أن الشرع هو اللي حقق قبل ودعالها قبل. في الزكاة، في الصيام كيف كيف، الصيام أكيد صيام يعني ويعني معناها منافع سبحان الله. يعني قديش نحن تحدثنا في برنامج هذا يعني برنامج يعني الصيام والجنة، تحدثنا في حصص سابقة عن المنافع النفسية والصحية الجسدية، وكان فيها حصة مستقلة وكان فيها بحول الله يعني فائدة كبرى للمستمع ولينا نحن، حتى نحن وقت اللي أئمة ولا أساتذة نراجع الفكرة يعني نعمقوها في أذهاننا ونتشبع بها وتحس حلاوة الإيمان فيها وفي غيرها من المعاني الإيجابية بإذن الله. اليومنا يعطيك الصحة سي محمد بارك الله فيك، اليوم موضوعنا الصلاة. أكيد أن الصلاة سي منذر مش يتحدث على يعني أهميتها وفضائلها، ومش نلقاو فضائل كبيرة وأهميات عظمى يعني للصلاة. هو التبسيط والتفصيل مش ياخذوا سي منذر، لكن انا مش نعطي يعني بعض الـ 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 بعض الاشارات او بعض هو شوف سي رضا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على المرسلين. يعني من باب الاثراء ربما للمعنى اللي انت ذكرت وربي يبارك فيك، يعني مثلا لما تكلمت عن فائدة الزكاة العبادات نعم الزكاة نعم وهي العبادات كلها، يعني ربي سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. والعبادات كلها بصفة عامة إنما فضلها يعود على الإنسان. ربي سبحانه وتعالى قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فلهنا الزكاة من المعاني اللي هي تضاف لما ذكرته سابقا، أنه إضافة إلى أن الإنسان يوقى شح نفسه بدفعه للزكاة، كذلك من فوائدها أني تزيل ربما الحسد عن قلب الفقير. يعني يقتل الفقير يرى أنه الغني اللي هو جاره ولا قريبه أنه يحن عليه وأنه يعطيه من ماله وأنه كذا، ما يخليش هذا حتى نفسه تتحرك فيه الغيرة ويتحرك فيه الحسد وكذا. وهذاك علاش لهنا حتى الفقهاء ذكروا أن الزكاة لا يجوز نقلها عن البلد الذي وجبت فيه الزكاة، وهذا سبحان الله لعله من الحكم حكمة كبيرة. وهذا أخذوا من حديث سيدنا معاذ وقت اللي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لليمن أمره بأن أمرهم بالصلاة ثم الزكاة، قالوا ثم أعلمهم أن صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم منهم فيهم. أعليش؟ لأنه أنا وربي قال يسألونك ماذا ينفقون، هم طلبوا ماذا ننفق، ربي هو يعني خلى السؤال متاعهم وعطاهم أنه الأفضل تسألوا لشكون تنفق. وبعدين قال قل ما أنفقتم من خير، يعني أي حاجة أنفق. أما الأولى اللي كان تسألوا عليه لمن أعطي
سواء كانت زكاة ولا صدقة. قال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. يعني إذا كان والديك محتاجين هما أولى الناس باش تنفق عليهم، وهذه تطوع ما يكونش زكاة. يعني عيب أنه إنسان والديه يعطيه واجب عليه يولي واجب. ثم قال والأقربين، معناها لهنا لوقت اللي يكون أنا عندي جاري فقير هو أولى من الفقير اللي هو بعيد. يعني كيف نعطيه هو باش يولي يحبني وباش يولي ما نخليش نفسه تتحرك فيه الغيرة والحسد. هذا يعني معنى مهم جدا. يعني أنا الإنسان كي مش يخرج زكاة أموال ولا مش يعطي الصدقات ونقول له تفقد الساعة الناس اللي أقرب لك. يا نعم أولى من الأباء. نعم بارك الله فيك سي مندر. فما زاد يعني نقطة هامة لهنا في الزكاة. مدام نحن يظهر لي مش تبدل لي الحصة على موضوع الزكاة. لا اليوم هما مواضيع متداخلة مع بعضها وكل حول الله فيه نفع. الترتيب في الإنفاق ما يكون الركن ثم الواجب ثم المستحب. يعني هذا الترتيب في بعض الخيان، وهذا نتحدث عليه، أنا حبيت أن النقطة هذه نتحدث عليها بالذات في الوقت هذا في رمضان، تلقاه يستنى في رمضان باش يخرج الزكاة نتاعو. هذا راه غلط. عش معناه غلط؟ إذا كان إنسان زكاة نتاعو يعني الحول كان في محرم أو في أي شهر آخر، ما تبقاش تستنى حتى تجي رمضان تقول أنا مش نخرج زكاة في رمضان ورمضان أفضل. لا كل وقت عنده وقت، وكل حول كل صاحب حول يخرج زكاته في الحول نتاعه. هذه نقطة يعني باش نفهموها، خاطر نشعر أن بعض الناس يظل يستنى في رمضان باش يقولك باش نخرج في رمضان. نعم فما اللي هو يوخرها، معناها سيريضا تلقى هو زكاته مثلا وجبت عليه قبل رمضان، هو يقولك لا تو في رمضان لأنه ثوابه أكثر. لا أنت كيف يبدأ الفقير موجود، يعني يكره أنك أنت تؤخر الصلاة وتمسكها، لأن هي حق الفقير لا ينبغي مسكها عنه. حقه ينعم بارك الله فيك. هو نحن اللي ناسي محمد ما وصلنا في فضل أهمية الصلاة. نحن نرجع للصلاة إن شاء الله، فرعنا شوية. كله فيه خير إن شاء الله، كله فيه خير العليم. في أهمية الصلاة أن المولى سبحانه وتعالى يعني كان فما معنى لمحبة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، ولا خاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولنبيها، لأن الأمة يعني بنبيها. فكان لأهمية الصلاة كانت أن فرضت في الإسراء والمعراج، يعني ليلة الإسراء والمعراج، ومن واقعية سبحان الله من واقعية هذا الدين ومن جماله أن كلنا نعرفه، حتى المستمعين يعرفوا أن فرضت 50 صلاة. يعني 50 صلاة هذوك يعني ممكن الإنسان باش يقوم بهم؟ مستحيل. يعني يضيع، يعني يقعد نهار كامل معناها مربوط نص ساعة يعمل صلاة ويزيد يبقى سنين، هذا كما يرقدش 24 ساعة كل نصف ساعة صلاة وما يرقدش ويبقى سنين. لكن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بعباده. وهذا كي نتحدث نحن عن خصائص الشريعة الإسلامية نتحدث على العموم، أنها جت عامة لكل الناس، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. ونتحدث عن الشمول، أن الإسلام جاء يشمل كل مواضيع الحياة، فمش حاجة يعني ما تحدث عليها الشرع. والآية يعني صريحة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما فماش حاجة إلا والإسلام لابد يكون عنده موقف منها، سواء من النص أو من اجتهاد الفقهاء. الثالثة هي الواقعية، الصلاة سبحان الله، أهمية الصلاة وفرضية الصلاة وأن 5 صلوات من أكبر ما يدل على واقعية هذا الدين، ديننا اللي فيه. ما فرضش علينا يعني أكثر، 5 صلوات يعني معقولة ومقبولة جدا. والرواية يعني بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى لما قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قالوا 5 صلوات، قالوا ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال سيدنا الرسول محمد قال استحيت من ربي. ما أجملها هذه الربط بين 5 و50، وينادي المنادي أن 5 في العمل ثواب نتاع 50 ما شاء الله، ثواب 50 ما يبدل القول لديك. سي منذر قبل ما ندخل نحن للأهمية أكثر في عمق الصلاة، فما مقدمات وفما يعني استعداد. تفضل سي منذر. يعني الله يبارك فيك، تفضل الحديث. ربي يبارك فيك سيدنا، ربي يبارك لك سيدنا عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هو في الحقيقة يعني الحديث عن الصلاة ذو شجون،
وخاصة يعني مع سي رضا ومع سي محمد إن شاء الله ربي يبارك في الجميع وربي ينفع بالجميع. في الحقيقة معناها كما أشارت سي رضا ربي يبارك فيك، يعني احنا إجمالا وقت اللي باش نتكلم على منزلة الصلاة نقول أنه الفرائض اللي فرضها ربي سبحانه وتعالى في هذه الشريعة عديدة، والسنن والمستحبات كيف كيف، والمنهيات كيف كيف، لكن من أعظم الإشارات لمنزلة الصلاة أنها العبادة الوحيدة والركن الوحيد الذي فرض من فوق سدرة المنتهى. فهي عبارة على الهدية التي رجع بها صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وكونها فرضت حين كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى، وأنه فرض عليه ربها الصلوات هذه ورجع بها، إنما هي إشارة عظيمة على أن الصلاة هي أعظم معراج للمؤمن في علاقته بالله سبحانه وتعالى. يعني أن الإنسان وقت اللي يصلي قد يصل إلى مقام روحاني لا يعلم كنهه إلا الله جل جلاله. وهنا يحضرني في هذا المقام يعني حديث هو ربما معروف عند البعض، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الصلاة قال حبب إلي من دنياكم اثنتان، الطيب والنساء، وبعدين يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني هنا احنا توقف نسمع الحديث هذايا، معناها ما الذي جمع، ما علاقة الطيب والنساء بالصلاة؟ شنو الرابط اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعله؟ هذه يعني هذه مقدمة مهمة جدا باش السادة المستمعين وإحنا في أنفسنا نفهموا شنو معناها منزلة الصلاة. المعنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، وربي جل جلاله في سورة آل عمران يقول زين للناس حب الشهوات، أول حاجة بدأ من النساء. إيش معناها؟ معناها أعظم لذة حسية ربي جعلها في الوجود وأحلها هي الشهوة التي تكون بين الرجل وزوجته. باهي هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ يعني شوفوا لهنا واقعية الإسلام وجمال الإسلام وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في البيان. قال راهي الدنيا متاع وخير متاح الزوجة الصالحة، يعني هذه واقعية. نعم. وقال حبب إلي من دنياكم اثنتين الطيب والنساء، يعني الأمور هذه وقت اللي رب سبحانه وتعالى يجعلها للإنسان في الحلال هي من أعظم المتع التي أحلها الله. وبنفس الشيء بالنسبة للمرأة، يعني الدنيا متاع بالنسبة لها وخير متاع الدنيا هي الزوج الصالح، لما رب يكرم المرأة بزوج صالح. نعم. بين هنا النبي صلى الله عليه وسلم علاش قال حبب إلي من دنياكم اثنتين الطيب والنساء، وبعد تقول جعلت قرة عيني في الصلاة. العلماء قالوا ما معنى قرة عين الرجل؟ قالوا قرة عين الرجل هو الشيء الذي يجد فيه كمال نشوته ولذته. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب يفتح لنا باب باش يفهمنا شنو مقام الأنس الذي يصل إليه صلى الله عليه وسلم عندما يكبر ويقف بين يدي الله. كأنه صلى الله عليه وسلم مش يقول لنا، يقول راه ما يجده المرء عندما يقف بين يدي الله من الأنس الرباني أعظم من اللذة التي يجدها الإنسان عندما يكون مع زوجته في أعلى درجات اللذ. سبحان الله. فلهنا وقت اللي إحنا نسمع الحديث متاع السيدة عائشة رضي الله عنها حين تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يكون في مهنة أهلي، وهذا من تواضعه أنه يعين في أمور البيت، قال فإذا سمع النداء خرج وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. معناها سيد النبي صلى الله عليه وسلم كيف جي وقت الصلاة ولي في حال رباني آخر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي عندما كان يبيت عند أم المؤمنين عائشة قالت صلى الله عليه وسلم رفع الغطاء ودخل السرير وحتى مس جلده جلدي، ثم قال لي يا عائشة أتأذنينني لي الليلة في أن أقوم بين يدي ربي؟ وهذا يزيد يأكدنا إيش معناها الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مقام أنس يذوق في الدنيا عندما يقف بين يدي الله.
فهذا مهم جدا. معناه انك يعني نقول له الولدي برا صلي، ولا ننصح فلان من اصحابي ما صليش نقول له برا صلي، يودي راني يعني مانيش هزك الواجهه، راهي الصلاه المفروض ما تكونش ثقيله على قلبك، راهي هي باب انس ليلك مع ربي، راهي هي شرفك، هي عزك، هي انسك بالله. فاحنا يعني مش اللي هو يسوقنا للعباده فقط نقول لك انت ما تصليش راهو ربي باش يهزك لجهنم وراهو كذا، راهي فيها ربح وراهو فيها خير. واحنا ان شاء الله تو باش نبداو باش نتكلموا على قيمه الصلاه من قبل ما ندخلوا في الصلاه، لنوصل لنتبين اهميه الصلاه، وسنرى احاديث كثيره ومعاني كثيره في هذا المقام. هذا سي منذر معناها في الجانب الروحاني النفساني، معناها يعني اول باب اللي يدخل به معناها الانسان. نعم. شوف وقت اللي الانسان يصلي اش مش يلقى من انس بالله عز وجل. نعم. يعني لنا نتذكر قولة ذنون المصري حينما سئل عن علامات الأنس، أنس العبد بربه، قال إذا أوحشك من خلقه وآنسك من نفسه، فتلك علامة الأنس بالله، وإذا آنسك من خلقه وأوحشك من نفسه فتلك علامة غير الوحشة. معنى الإنسان في الصلاة يتأنس بلقاء الله عز وجل. وهذاك عليه سي محمد كان بعض الصالحين يقولوا أن ربي سبحانه وتعالى إذا حبب لعبده الخلوة، إذا يعني حبب إليك الخلوة فاعلم أنه أراد أن يفتح لك باب الأنس معه سبحانه وتعالى. الله. يعني وقت الإنسان يلقى روحه يستوحش كيف يقعد ويبدأ يحكي مع الناس في أمور الدنيا وكذا، ماذا به إذا عنده وقت خلوة. وقت اللي ساعات الإنسان هكا وقت اللي تعظم الروحانية متاعه هكا تلقى متعلق كيما في رمضان في حال صيام ويقرأ قرآن ويسبح ويجيب أذكار الصباح ومعقبات صلاة، كي تتقوى العبد الروحانية متاعه يولي كي يجي حد يحدثك في أمور الدنيا تستوحش، تولي أنت تريد أنك تختلي. سبحان الله. قالك إذا يعني حبب إليك الخلوة فاعلم أنه سبحانه أراد أن يفتح لك باب الأنس معه. وبقدر ما يكون الإنسان يتأنس بالناس في أمور الدنيا هذيك علامة بعد عن الله والعيذ بالله. ولذلك جاء في الأثر لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد عن الله ولكن لا تشعرون. نسأل الله السلامة والعافية. يبارك فيك. كلام يعني جميل وكلام يعني حلو برشا في معاني يعني عظيمة، لكن أنا يعني نستحضر المجتمع أنه يحب يجمع بين 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 الدنيا اجتهاده وعمله وما يحقق له يعني من منافع مصالح وبين بين يعني استجابته لله سبحانه وتعالى في صلاته وفي عبادته بصفة عامة. هو القرآن وديننا سبحان الله بصفة عامة يجمع بين هذا وهذا. من ولا تنسى نصيبك من الدنيا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ديما القرآن جميل وديما يلخص لنا المعاني هذه اللي نحن في حاجة لها، أن نجمع صحيح خلوة مع الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في محبته للصلاة وقرة عيني للصلاة إلى غير ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عون زوجته، كان يمازح أصحابه، كان يعمل، كان يجتهد، كان يعد، كان يربي، كان يعني يحقق الجمع بين مطالب الدنيا ما يبنى به الإنسان في استخلافه في تحقيق معنى البناء في المجتمع وإبداعه واللي حشتنا به من المسلمين. حشتنا بالبناء، حشتنا برجل يعني عابد. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم. احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك. نعم. يعني ديما دي راهو كي شي حديث رسول لازم نسكت. لا ذاك هو اللي مش يقودنا بحول الله. ذاك يعطيك الصحة سي محمد. ومن هنا المؤمن القوي قوي في دينه، قوي في عمله، قوي في عقله، قوي في ماله، يعني هذا كله يعني هو قوي نحتاجه، هذا كله نحتاجه مع أن موضوعنا الصلاة صحيح وأننا نتوجه إلى الله بأعلى يعني أعلى ما فرض الله علينا. مع هذا
لا ننسى أن كنا نأخذ من الدنيا بطرف مما يحقق رضا الله حتى في الدنيا. اللي تأخذ من الدنيا في اجتهادك وفي عملك وفي كسبك وفي كذا ما يحقق رضا الله. بارك الله هو سير رضا. هنا سمحني معنى الذكر من هذا المعنى ليس فيه معناه أن المؤمن ينبغي أن ينعزل للناس وكذا، وإنما هو في خلوته. ولكن والدليل على هذا هو أكبر ربما معنى يحضرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أن يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لا شك يعني هذا هذه المعاني التي ذكرناها ليست هي دعوة أن مش إنسان مش يعتزل الخلق ويمسك صومعة ويقعد بعيد، وإنما المقصود أنه فما ناس وقت اللي يلقى روحه في خلوة يفرح بها أنه يفزع إلى طاعة الله، وفما اللي يقعد والعياذ بالله في البطالة معناه. فلهنا وهذا زاد حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا ما يمنعش أنه يلقى راحته وسكينته في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يمنعش أنه مخالطة الناس والصبر على أذاهم وخدمتهم وكذا أنها من أعظم ما يقرب جهاد. يعني مخالطة الناس عمل يعني على يعني التحقيق كما قلت في 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 التعليم في العمل يعني تحقيق النفع للناس تحقيق النفع للأمة. يعني أن يعمل عمل يعني فيه جدية وفيه يعني مسؤولية يعني وأنه مؤتمن على العمل هذاك، مش هنتخلص يعني معناه مش عارف أنا خرج يجري وهو يصلي كما قلت التراويح وعمل تهجدي والعمل متاعك غدوة اللي أنت معناه مش تقبل عليه. هذا نحن اللي حشنا به التوازن. توازن يعني صلي بالمستطاع وماذا بينا أن يكون عندك يعني توفيق بين هذا وهذا. حسيت روحك لأنك معناها كما نقول قد يسبب لك يعني طول القيام تعب. يعني عندك أهمية، عندك الواجب قبل المستحب، لأن تراويح هي مستحب بينما العمل والإتقان العمل واجب. يعني مجيش واحد يصلي كما نقول التراويح والتهجد ويمشي مؤخر الخدمة ولا يولي قصف العمل المتاع، معناه هذا يولي ترك واجبا في مقابل مستحب، يولي خلل يعني هذا في السير. هذا لا يكون هذا لا يكون. إذك علش سيمنذر لابد للمؤمن أن يعي بقيمة هذا الدين وهذا التشريع الإسلامي الحنيف اللي يمزج بين القرب من الله عز وجل وبين العمل وصالح الأعمال. لابد لنا أن نخرج بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله عز وجل. الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة، عودة مع برنامج الصوم جنة. سيريضا الخلادي نذكر مرة أخرى بضيفينا سيريضا الخلادي وسي منذر العلاني، مرحبا بكم. سيريضا لو تفضلت في بعض فضائل الصلاة وأهميتها. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيك سي محمد، ربي إن شاء الله يوفقنا وعاوننا. الحديث في فضائل الصلاة أكيد مش يكون فيه إسهاب طويل شوية معناها، فنحاول أن نوجز بالمستطاع. الصلاة سبحان الله، يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه الصيام جنة، الصلاة كيف هي جنة؟ شنو معنى الجنة؟ الجنة هي حصن، هي حصن اتحقق بحول الله وبعون من الله وبرحمة من الله سبحانه وتعالى. اتحقق كل تحصين المؤمن، تحصنه، تمنع عنه، هي درع تمنع عنه كل شر، تمنع عنه كل خبث، تمنع عنه كل نزق. ومن هنا يعني يحس المؤمن في صلاته، في سجوده، في ركوعه، في قيامه، يحس بكل الطمأنينة والأمن وحلاوة الإيمان. ويزيد لهنا أكثر، نأكد على أن الإنسان لما يكون في سجود وحس بقشعريرة ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان، ماذا بيه يطول فكل السجود هذاك الجميل يطول فيه ويحيا مع الله ويشعر بحلاوة الإيمان بعمق، كل عمق في مناجاته لله سبحانه وتعالى، يعني بالدموع، بالدعاء المتنوع، قرب بحضور من الله القلب عز وجل. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، يعني يحس بك القرب الرباني بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهذه من أعظم يعني الفوائد في الصلاة، من أعظم الفوائد في الصلاة. أنت قلت سي محمد الأهمية،
نحن وقت اللي ناخذ عنصر الأهمية غير الفضائل الأهمية أهمية الصلاة لأهميتها. وسي المنذر ذكر ببارك فيه قبل في الجزء الأول من الحصة ذكر أن فرضت عند سدرة المنتهى وفرضت يعني في المقام العالي لأهميتها بطبيعة الحال الأهمية الكبرى هذه. ومن هنا يعني يلزم يكون في قلب المؤمن أن هذيك راهي حاجة مقدسة ومقدسة جدا اللي هي مش ترقى به سترقى به ستعلو به ستحقق له بإذن الله السميع العليم رضا الله رفعة ورضا الله ورفعة في كل شؤون حياته دنيا ودين دنيا ودين. ولأهمية الصلاة أن أول ما يحاسب المرء يحاسب على الصلاة أول أمر يحاسب عليه الإنسان المؤمن يحاسب على الصلاة. ثم يعني من أهمية الصلاة أن نستشعر الأهمية لما يأتي بها كما أمر الله وكما يعني علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ستصلح كل حياته ستصلح كل حياته. أولا لأن صلاتنا على الفحشاء والمنكر هذا يعني كلية كبرى صلاتنا على الفحشاء والمنكر نعم ما يشتن على الفحشاء والمنكر فقط كل ما هو يعني خلل كل ما هو ضيق صلح له حاله معناها صلح حاله دنيا وآخرة. إذا هات على الفحشاء والمنكر اللي حاجة كبيرة ما دون الفحشاء والمنكر يعني اضطراب نفسي عدم توازن يعطيك الصحة يولي الإنسان يرقب ربي في جميع أعماله في وظيفته في تجارته في صناعته. علاش 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 معناها كانت يعني كل هذه كلها يعني حسنة لأن صلاته حسنة سبحان لأن الله. لا يرائي بصلاته لأنه يعني يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى لما يقول الله أكبر شنو معنى الله أكبر أهمية الصلاة شنو معنى الله أكبر يستحضر الكلمة يزم يحس بها يحس أن الله أكبر من ماله أكبر من ولده أكبر من كل شيء في الوجود. لما يعني يقرأ الفاتحة يحس دلالاتها ومعناها لما ينتقي من القرآن ما يفهمه ويحب كل مؤمن يحب القرآن ويحب يقرأ من القرآن ما يعني يسر له ربي سبحانه لما يركع في ركوعه ويقول سبحان ربي العظيم ولا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يفهم شنو معناه سبحان الله سبحان الله يا ربي أنا الضعيف أنا اللي نركع لك. وهذا السيرضا نقطة اللي حبيت نأكد عليها معناها العبد في صلاته فما جانب كبير من الخضوع والخنوع لله عز وجل. هذه أهمية الصلاة نعم. تدخل في أهمية الصلاة أي. أن الخضوع هذاك أراه مشروط أن يكون الطمأنينة ركن مش لعب. والخضوع معناه الاستسلام لله عز وجل ولأوامر الله عز وجل نعم. معناه الإنسان إذا كان هو أدى صلاته بخضوع وبخشوع كما قلنا بحول الله مش يكون فما انعكاس على حياته العملية بين الناس. بارك الله فيك. هي رأي كل العبادات يجب يكون فيها استسلام زكاة ربي قال معناه نعطيه كذا من نسبة من الزكاة استسلام سمعنا وأطعنا سمعنا صوم نعم نستجيب كما أمر الله صلاة نستجيب كما إذا كانت الأمور على النحو هذا من الاستجابة لله سبحانه وتعالى فيما أمر حتى ربما لا نعي الحكمة قد ما نعيش الحكمة نقول أنا مثلا نظهر على سير 4 ركعات هذا قد لا تعيه خلي هكيك استجيب لله هذيك حلاوة الإيمان سبحان تسليم الله. لله سبحان ربي الله. أمر أن يكون الظهر 4 ركعات استجبنا لله كما أمر الله سبحانه وتعالى انتهى. قد يعني تبدو الحكم في معاني كما قلت لكن قد تخفى. المهم فما حالة التسليم وحالة الطمأنينة والخضوع لله سبحانه وتعالى. نكمل يعني من أهمية الصلاة أنه لما يكون في صلاة ويذكر الله وأن يعني يستشعر معنى سبحان الله كما قلت يعني لما في ركوعه يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم يفهم يا إنسان راك ضعيف وراك مخلوق وراك تسبح لله. إيش معنى تسبح لله؟ مثل ما تسبح الكائنات الكل لله أي أنك أنت راك ضعيف والكامل هو الله ولا يكون السجود ولا يكون العبادة ولا يكون الخنوع والتذلل إلا للكامل. لا نسجد لصنم ولا نسجد لوهم ولا نسجد لإنسان ولا نسجد إلا لله الكامل لأن بالسجود هذاك سيرفعك بإذن الله. سجود هذاك تذلل الكامل وفيه رفعة وفيه ذكرني السيرضا في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيدنا ثوبان عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة
وحط عنك بها خطيئة. شو مجمل ما أجمل هذا الكلام ما أجمل هذا الكلام عليه المقام الرفع اللي مقام الرفع اللي ربي مش يرفع هذا الإنسان اللي يسجد له يسجد لذاته العلي يرفعه الله سبحانه وتعالى الدرجات العلا في الدنيا وفي الآخرة سي محمد. شوفوا كل من يحافظ على صلاته وكل ما يكون يعني متوازن في عبادته بإذن الله يعني يكون موفق في حياته الدنيوية، يحبه الناس، يرفع له ربي مقامه، يحترمه الناس، يرفع مقامه في الدنيا، وله في الآخرة الأجر أكبر من الدنيا، أكبر من الدنيا. وهذه عقيدتنا، عقيدتنا أن في الآخرة تكون الجزاء أكثر. قبل نحب ما نتعدى لسي منذر قصة وقعت لربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته. هذه ربيعة بن كعب الأسلمي كان يقوم على شؤون النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب له الماء باش يتوضى، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال في ذات يوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: سل يا ربيعة، عندكش حاجة تطلبها ولا تسألها؟ قال: قلت أسألك مرافقتك في الجنة. قالوا: يا رسول الله، راني نحب مرافقتك في الجنة. قالوا: أو غير ذلك؟ فماشي حاجة أخرى بخلاف ذي، شبيك طلبت كان هالأمر هذا أنت؟ قالوا: هو ذاك. أش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قالوش برا أرقد بالنوم وطمانة وتدخل الجنة. قالوا: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والحديث رواه الإمام مسلم. سي منذر، لو كان تزيد تعطينا بعض المعاني في هذا الفضل العظيم. ربي يبارك فيك سي محمد. والله شوف، معناها هو الحدوث الحديث ذوش وجون في هذا مقام، والحديث في الصلاة يعني رحب جدا، لأنه الآيات كثيرة والحديث كثيرة في فضل الصلاة. وإحنا والله إذا كان نحب نتأمل في يعني منزلة الصلاة أكثر، نراو أنه ربي سبحانه وتعالى لما فرض الصلاة جعل لها مقدمات وجعل لها شروط، اللي هو في الفقه اللي هو يمرزولها الفقهاء بقولهم شروط صحة الصلاة. ربي جعل للصلاة أربع شروط متاع صحة، اللي هي الطهارة، واللي هي تشمل طهارة الحدث وطهارة الخبث اللي هي إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان، وطهارة الحدث اللي هي الوضوء والغسل أو التيمم اللي هو عاجز عليهم بهذه الأول، واجعل ستر العورة هذا شرط ثاني، واجعل استقبال القبلة هذا شرط ثالث، واجعل شرط رابع اللي هو دخول وقت الصلاة. احنا كيف نشوفوا هالشروط هذه الكل شنو معناها؟ معناها رأي هذه عبادة راهي عندها حرمة، عندها هيبة، يعني لا تستطيع أن تصلي وجسمك فيه نجاسة أو بدنك فيه نجاسة أو المكان اللي بتصلي فيه فيه نجاسة. كذلك الطهارة سواء الوضوء أو الغسل أو التيمم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل صلاة عبد بغير طهور. يقول القائل شنو السبب، علاش هالاستعداد هذا، ويزمني نستقبل القبلة ويزم يدخل وقت الصلاة؟ معناه هذا ربي سبحانه وتعالى فيه تهيئة نفسية وروحانية راهي الصلاة حاجة عظيمة، راك ستقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. يعني احنا لو كان واحد يكون في الدنيا يناديه ملك من الملوك متاع الدنيا بشي يلبس بشي يقعد يعمل ويلوج وشعره كيفاش ودبشه كيفاش ونعله كيفاش، فما بالك انت لما بشقول بشتقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. فلهنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة عبد بغير طهور، حتى أنه المعتمد في مذهب الإمام مالك أنه قال: ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال يحكين مذهب، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وإصبغ يقضي والأداء لأشهب. يعني الإمام مالك قال يعني لا يصلي ولا يقضي، يعني إذا كان إنسان للقاء بش يتوضى ولا باش يتيمم تسقط عنه الصلاة. ايش معناها؟ يعني انا ما يليقش اني ادخل اني اقف بين يدي الله وانا لا عندي لا وضوء ولا تيمم،
واجبة مع الذكر والقدرة عاجزة. لا هذيك إزالة النجاسة سي محمد، هذيك إزالة النجاسة. أما فماش ذكر معناها إذا كان أنت نسيت الطهارة تتقبل صلاتك واجبة مع الذكر والقدرة تسقط مع العجز والنسيان. لا هذا ما فماش سي محمد. يعني إذا كان حتى صليت وأنت ناسي للطهارة الصلاة باطلة ويجب إعادتها أبدا وجوبا، تولي ذيك خرج الوقت ولست آثم لأنك أنت كنت غير متذكر. أما ذيك اللي أنت ذكرته أنها واجبة مع الذكر والقدرة وسيقت مع ذيك إزالة طهارة الخبث، واجبة مع الذكر والقدرة وسيقت مع ودليل وجوبها ربي قال للسيد النبي صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر. بين هنا احنا المعنى كما كان يقول سي رضا على مسألة التهيئ للصلاة وكذا يا ربي بارك فيه، يقول القائل معناها وثيابك فطهر، شنو الغاية منها؟ معناها راك ما يلزمكش تقف بين يدي الله حسيا الا ما تكون في اتم النظافة. واذا كان انت بتدخل في اتم النظافة الحسية من باب اولى انك تكون في نظافة معنوية. يعني هل يليق ان واحد باش يقف يقول اياك نعبد واياك نستعين في صلاة الفجر وهو يبات ليلة كاملة يتفرج على المباحات ويتفرج على ما يغضب ربي جل جلاله؟ يعني ما يليقش به هذا. معناها اذا كان هو قالك ثيابك فطاهر من باب اولى انك تطهر قلبك قبل الدخول على الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه معاني مهم جدا أن الانسان يستحضرها. ولهنا لو ان نجيو نتاملوا من البدايه من السعداد من الشروط هذية نلقاو يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رواه ابو داود فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا تقربهم الملائكة من بينها الجنب إلا أن يتوضأ. سبحان الله. يعني ماذا به الإنسان وقت يكون في حال جنابة يسرع بالطهارة، أنه يسارع كان نجم طهارة كبرى، وإذا ما تيسرش على الأقل يتوضأ. لا مش هو رفع خبث، مش المقصود إما يتوضأ بمعنى أنه يزيل أثارها الحس. نعم. وبعدها إذا كان ما تيسرلوش أنه يتوضأ وضوء الصلاة اللي هو يسمى وضوء الحفظ. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى أهله وأراد أن ينام قبل ما يغتسل توضأ. أنه يتوضأ صلى الله عليه وسلم. أنه يتوضأ ويسميوه العلماء هذا وضوء الحفظ. نعم. علاش؟ لأنه الإنسان كيف يكون على حال جنابة معناها الأولى أنه ما ينامش على حال جنابة. أو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان استطاع أنه يغتسل يرفع الجناب وإنما يتيسر أنه يتوضأ. ولهنا قد يحمل الحديث إما على الوضوء بمعنى إزالة الأثر متاع ما يوصي النجاس، والبعض قال أنه هو الوضوء وضوء الصلاة وينوي به وضوء الحفظ أنه يكون في حفظ. فهذا معنى من المعاني اللي هو يبين لنا منزلة وقيمة الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. إذا كنا نمشي القدام شوي فما ايوه تفضل سي رضا. تدخل بسيط. نعم. وملاحظه. نعم. ملاحظه نحب انا لا امر على النقطه هذه الا ان يكون قد نبهنا وليداتنا في المعاهد تلامذتنا. نعم. انه ساعات كتلميذ نحكيو مع تلامذتنا في مواضيع البرنامج، لكن لما نقول لهم هل ان تعرفوا أنكم تعرفوا يعني الاغتسال من الجنابة، تعرفوا يعني الوضوء يعني بدقة، يقولوا سيدي نسيناه، ما قريناه ونسيناه. هذه مشكلة أن التلميذ في ساعة حتى في سنة رابعة من الباك والله ساعة حتى في سنة رابعة يجي يقولوا مثلا طريقة الغسل أو كيفية الغسل صفة الغسل ما يعرفش. أنا ننبه الأمهات خاصة مع بنياتهم في رمضان لما تجيهم الحالة المعروفة اللي ربي سبحانه خلقها عليهم، أولا وجوبا أنهم يفطروا، ثاني حاجة أن يتعلمهم كيفاش يغتسلوا من الجنابة سواء يعني من الحيض الواضح بالواضح. نعم. نقوله من الحيض البنت. نعم. هذه يعني ربي سبحانه فطر الناس عليها، فطر النساء عليها، فهذا لا حياء في الدين ولا حياء، والدين كله حياء، ولكن لابد باش نعرفوا خصوصيات شريعتنا. راول يكون طاهر يعني ما أسهل الصلاة عليه تولي اش قعد. نعم. هو طاهر، هو مغتسل، يعني مش يتوضأ ويدخل بسرعة للصلاة، ومن هنا في طهارته هذيك وفي اغتساله. نعم. تذهب الشياطين عنه،
يتبعد عليه الشياطين ويولي معناها قريب من الملأ الأعلى ومن الملائكة لأن يأخذها الله سبحانه وتعالى إلى الفريضة هذيك اللي قد تكون يعني صعبت عليه وزمان ووقت وكل شيء. قد يكون أنا سبقت شوية مش جينا الحديث عن الجزئيات هذه سمندر سامحني نرجع معاك في الأهمية أو الفضائل اللي هي اللي هي مقدمات للصلاة. ربي يبارك فيك الإضافة هنا كذلك. يعني لو احنا نمشي وقلت للوضوء، الوضوء نفسه هو عبارة على عطية وهبة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. ولهنا يحضرني حديث اللي رواه الإمام مسلم أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء وقالوا يا رسول الله حدثنا عن الوضوء. يعني هنا شوف الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الوضوء، يعني يحبوا يعرفوا شنو فضل الوضوء اللي رب سبحانه وتعالى فرضه علينا قبل الدخول على الصلاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول، قال ما من رجل يقرب وضوءه يعني الميل هو بشي يتوضى به فيمضمض ويستنشق يعني يسحب الماء في أنفه فيستنثر أي يخرج ذلك الماء إلا خرجت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه. سبحان الله. يعني مجرى النفس متاعه. يعني شوف لهنا الفضل أجبه. معناها متاع المعنى متاع الوضوء يعني لازيد هو طهارة حسية والإنسان. وهنا نذكر حتى في الفترة وقت اللي كانت الكورونا في أشدها والحمد لله لربي إن شاء الله رفع علينا الوباء هذا، يعني ريد دراسة أظن الطبيب من كندا أو من إحدى المناطق قال كيفاش أنه الإنسان لما يستنشق ويستنثر يكون أقل عرضة للعدوى بالفيروس من غيره مدة تقريب 5 أو 6 ساعات. معناها أني تعطيه حماية، مش معناها ما يمرضش يعني فما برشا ناس مش 100% تقلل يعني عم تقلل من نسبة الإصابة. لهنا بعد يقول صلى الله عليه وسلم ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله عز وجل، يعني هنا معنى إتقان الوضوء، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء يعني من ذقنه، ثم يغسل يده إلى المرفقين إلا خرت خطاياه يعني نزلت خطاياه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى كعبيه إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام وصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. مسلم. معناه شوف لهنا المعنى. فضل متاع الوضوء. معناه شوف يا سيدي محمد. معناه نش نحب نقول معناه وقت اللي نجي أنا باش نرغب نفسي وخيان المؤمنين في الصلاة. يا ولدي راهي الصلاة كلها ربح. أراه أنت يذي من شروط الصلاة من الاستعداد. أنت إذا كان أنت توضيت ساعة شوف النظافة الحسية والراحة اللي أنت تحس بها ساعة. وما يتدفع عنك من الأمراض ومن كذا، ثم هذا مازال ما تخلصش للصلاة الذنوب الكل قصدت ربي مشيت على روح يعني الذنوب اللي ارتكبها بالنظر متاعه بوجهه ولا بقدميه ولا برجليه، إلا في بعض الروايات تقول إلا خرجت كل خطيئة فعلها مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ويولي يدخل للصلاة يولي عبارة على في معراج روحاني مع الله سبحانه وتعالى. فلهنا وشوف لهنا المعنى سيريضاء آخر الحديث ايش يقولوا يعني إذا وقف بين يدي الله ومجد ربه وإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، وحتى يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. وبعد شوف لهنا ايش يقول يعني أنه إذا أثنى على الله بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أم. معناها يا مؤمن خلي قلبك متفرغ مع ربي سبحانه وتعالى في هذه الصلاة، فهذه هدية عظيمة ياسر. يعني لو كان ربي يرفع لك الحجاب وتشوف معناها المعاصي اللي انت قمت بها من الصبح حتى لين جاء الظهر
وأنك استغفرت الوضوء وربي محيلك السيئات الكل وتخرج من الصلاة يوم ولدتك أمك. شوف الفرحة اللي أنت تشعر بها. فالذي يترك الصلاة ولا يتكاسل عن الصلاة هو محروم من هذا الخير العظيم. بارك الله فيك سيمندر. أنا تستحضرني معاني لهنا في بارك الله فيك يعني في التفصيل هذايا. قد يقول البعض قد يقول مثلا بعض خيان أو حتى تلمذاتنا يقول لي سيدي نحن لا ما عندناش ذنوب معنا مش عندنا درس التوبة أو عندنا معناها موضوع هذايا لا سيدي ما عندناش ذنوب. أو الواحد يجي في رمضان يقول أنا عملت ذنوب أنا قمت صباح شنو الذنوب أنا اللي عملت شيء أنا أموري معناها لباس أموري كذا. لكن هو غافل عن جزئيات الذنوب اللي هي تتحسب عليه وهو يعني غافل على هذه المشكلة. وين هذا نحن اللي حسنا بأن الصلاة أن الوضوء هذه المقدمة كيفاش تطهر الجسم كما قلت سي مندر وثم تطهر الصلاة الذنوب التي يعني لابد للإنسان لابد للمؤمن أن يسقط في الذنوب. وهذا بطبيعة الحال من حديث المصطفى كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا إيش نعمله الحديث هذا نقول له لا يا سيدي هذا الحديث كلية من كليات الوجود كلية من كليات الدين. لابد كل إنسان عليه أو ارتكب ذنوبا من هنا يلزم أهم الأولى أنه ما يكونش غافل على الذنوب اللي عملها. الثاني أنه يبحث كيفاش يخرج من الذنوب هذيك كيفاش يتخلص منها كيفاش يبحث عن سبل التوبة أو سبل يعني سقوط تلك الذنوب عنه. أكبر السبل هو اللي كنت أحكي فيه سمندر يعني الوضوء اللي هو حاجة بسيطة وسهلة ثم توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة. ما أجمل الصلاة. وفي الأخير طب بعد كنا نحكي بعد تنتهي الصلاة فما المعقبات هذيك اللي بتاع الصلاة اللي هي معناها كفر مغفرة للذنوب المغفرة يعني كلها ربح كلها ربح من بدايتها من سعي لها للمسجد من الجماعة من الركوع والسجود من المعقبات كل الصلاة ربح. هنا السي رضا والسي منذر حديث الإمام مسلم اللي رواه سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. توا الصحابة شوف السؤال متاعهم ديما على شنو يمشي كيفاش ربي يكفر لنا ذنوبنا والنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ورفع الدرجات. قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. سيمندر الحديث العظيم هذايا والسرضا معناها سبحان الله حديث عظيم. نعم والله يشوف سي محمد معناها هو الكلام ذو شجون. هو سرضا يعني اشار النقطه انه بعض الناس يقول لك انا معناها شنو الذنب اللي عملته وانا باش استغفر منه ولا باش نحتاج الى وضوء. وهذا لا يصح معناها لانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن إلا وله ذنب يصيبه الفينة بعد الفينة إن المؤمن خلق نساء إذا ذكر ذكر. سبحان الله. إن المؤمن خلق يقول صلى الله عليه وسلم يعني ما من مؤمن إلا وله ذنب يصيبه الفينة بعد الفينة يعني معناها لا بد يكون عنده كما نقولوا نقطة ضعف لابد. فما اللي تجي في لسانه فما اللي تجي أنه يزل بالنظر متاعه فما اللي يجي تلقاه مبتلى بمعصية من المعاصي. فلا بد للمؤمن أن يدرك أنه هو محتاج إلى التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم وأدوات التوبة هذه الاستغفار والوضوء سي منذر الله غالب والصلاة. الوقت يداهمنا إن شاء الله مش نرجعوا له إن شاء الله في الحلقة القادمة للحديث العظيم ذايا. ما بقي لنا إلا أن نشكر السادة المستمعين ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصيام جنة الصيام جنة موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. Yeah.